التي اليوم تحتاج منا إلى وقفة وندعو مؤسسته كل في مجاله ضحاياهم أبناؤنا. جماعة لينظموا لا ينبغي أن نفعل أو نقوم بإصدار قوانين دون أن نفهم أيضا واقع الشباب. نحن نرى أن هذه الاستراتيجية تبدأ أساسا من البدائل، وهذه البدائل هي تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي العائلي، اللي هو طبعا تخصص جديد منذ 2013، اللي هو يحافظ على الأسرة، يحافظ على استقرارها، ويحافظ أيضا على بناء السلوك الاجتماعي الإيجابي ومواطنة الشباب. لابد أن نتقرب إليهم ولا نحقرهم، وتحدث معه وتقيمه ودي له قيمه، كي دي له قيمه يحس يقول لك انا كاين ناس يفكروا فيا، ما لا باذن الله نرجع ونعيش مع هذا المجتمع، هذا المجتمع فيه الخير. احنا كجمعيه يعني بالتعاون مع المركز الثقافي الاسلامي وشبكه حقوق الانسان وشبكه الجزائر لحقوق الانسان وايضا مؤسسه ناس الخير تفاهمنا باش نتعاونوا نوصلوا ميساج خاصة ليجان الجزائريان الشاب الجزائري على أنه يقدر يحقق طموحاته في الجزائر، وأنه الجزائر ماشي جهنم، هي يعني فيها 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 أمل وفيها يعني روح وفيها عمل فيها كذا، ولكن هو بدوره لازم يتحرك ولازم يبحث، يعني لازم يكون يعني يفرض روحه في لاسوسيتي الجزائرية.